معلومة لغوية: أيام الأسبوع في اللغة العربية. السبت، السبت بالعربية البرهة من الدهر، والسبت هو الراحة. الأحد يعني الواحد وأول العدد واليوم الأول من الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية أول. الاثنين يعني اليوم الثاني من الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية أهون. الثلاثاء يعني اليوم الثالث من الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية جبار. الأربعاء عني اليوم الرابع من الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية دبار. الخميس يعني اليوم الخامس من الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية مؤنس. الجمعة، الجمعة من الاجتماع. أطلقت الجمعة على الأسبوع بأسره من باب تسمية الكل باسم الجزء، وكان يسمى في الجاهلية عروبة. وتجمع كلمة الأسبوع على الأسابيع.